على أي شيء. خذها واهرب. أنا لن أتركك. ألقي الزهرة. هنا بهرام هنا. اسمح لي أن أتحدث معك. أعرف أن هذا قد يبدو سيئاً. لست مندهشاً من هروبك، إن هذا ضعف في شخصيتك بالطبع، لكنك لا تدرك مغزى الصورة الكبرى يا بهرام. بلى أدركه، فالصورة كبيرة جداً بل ضخمة في الواقع. ستهرب ثم ماذا؟ أنت معدم، ونهبوك الآن على ما يبدو قتلى، لذلك لم تبقى أمامك إلا حياة التسول. تلك العين الوحيدة ستنفعك في هذا، أما معي فالغنى والسلطة ستكون كلها لك. أما عائلتك؟ أعرف مكان الزهرة يا بهرام. لو خدمتني بإخلاص سأجمعكما معا وستعيشان في سعادة إلى آخر العمر. وإن خنتني فقد لا تسلم زهرة من الأذى والعذاب. أنا تحت إمرتك أيها القائد ريجينالد. هذا أفضل بكثير يا عزيزي. والآن بعض الأخبار السارة، مهمتك الأولى. لا تخذلني. أيتها الغبية، نظفي هذا. أمرك يا سيدي. ليست هنا لمهاراتها في العمل. كيف أخدمك أيها الغريب؟ جئت لآخذ المريض. أتعني ذلك المتهالك الذي زحف من الصحراء؟ يأتينا العديد من الغرباء، أنا لا أميز بينهم. لا تظهر أنك ذكي، إنه هنا وسأدفع المقابل. أنت رجل كريم ولكن الظروف صعبة، ربما يدفع السلطان أكثر. وسيدفع أكثر طبعا، مقابل اثنين. قال لي صديق مرة إن الثقة هي أساس أي تعامل تجاري. وماذا كان ردك؟ أه
إلى معركة بالسيف. هدأ يا لوك، لن يؤذيك أحد مؤقتاً. ماذا؟ ماذا تريد؟ سيدك أرسلني لأعيدك إليه. وبالمناسبة وجهك معبر. خذني معك أرجوك. ما اسمك يا فتاة؟ مريم. وجهتي لا تناسبك يا مريم. الليلة باردة، النار تطفئ. حسناً، هي نار الزعيم صارم من الآن أيها الحقير. صارم؟ زعيم النهابين؟ يقولون إنك كالشيطان. تبدو مجاملة لكنها الحقيقة، والآن اذهب قبل أن ترى وجهي الآخر. ولماذا أهرب؟ لقد انتظرت هذه اللحظة منذ زمن. قبلت التحدي. أحسنت بتوجيه لوك إلينا من جديد. خذه معك في مهمتك التالية. ليس مستعداً يا سيدي. بل سينجح فيها. أريد عيوناً لي وسط مواقع العدو. تحركات العدو، تحصينات المدينة، مكائد القصر، كل هذا سيبلغني به نهابوك. إن رجالي تفرقوا. هذه مشكلتك أنت. ابحث عنهم يا بهرام. وهناك شيء أخير. الأعذار هي دوماً حجة الضعفاء. أنت أفضل من ذلك. قلت إنك ستصلح وجهي. لقد أقسمت. كفى، أنت جندي. رأيت جروح معارك من قبل، ليس هذا بشيء. ابتعد عني. لا وقت للشفقة، أنت رجل. كيف تبكي كالنساء بسبب بعض الجروح البسيطة؟ هذه الآثار على وجهك هي وسام شرف، يجب أن تفتخر بها. وماذا أفعل الآن؟ تختار. إما أن تعيش في هذا الأسى على نفسك، أو أن تجعل غضبك وجرحك يحفزانك. حطم أعداءك ولا ترحم أحداً أيها الفارس الحديدي. لوك، ما سبب هذا ال... آن الأوان لأكون خفياً. سنذهب إلى أماكن حيث سيكون وجه الإفرنجي لافتاً للنظر. صحيح، ولكن مع قناع حديدي لا
لن ينتبه إليه أحد. لم أشكرك بعد على إنقاذ حياتي. لا داعي، ما إن تنتهي مهمتي حتى أقتلك. سأتذكر ذلك. ماذا نفعل هنا بهرام؟ في أوقات الشدة يهرب قومي إلى منطقة الجبال، فهناك ينتظرون ما سيحدث. الانتظار انتهى. تدخلوا. طلبت التحدي، وباعتباري زعيم النهابين أنا قبلت. كنت من قبل مزارعا؟ هذا واضح، انت ذو قلب وبلا. ماذا فعلت؟ هل احرقت بيتك؟ سرقت زرعك؟ بل قتلت زوجتي. الانتقام. وهل انتقمت اخيرا؟ إذن فقد جعلوك زعيمهم الجديد. متوقع، فأنت أذكاهم. أجل، ولذا عرفت أنك لم تمت. يحتاج الأمر إلى أكثر من مجرد سقطة كي ينتهي القائد بهرام. أظن اسمك الآن بهرام فقط. أنت الآن لا شيء، مجرد متوحش سيلقى جزاءه فورا. أطلب التحدي. تطلب ماذا؟ يمكنهم ذلك. لقد طلبت التحدي، والآن تقاتل أو تنزوي. الفيصل هو القتال؟ شيء مؤسف وكذلك غبي. ماذا عن الدهاء والحنكة؟ قاتل أو تنحى. عودتك تسعدنا جميعنا أيها القائد. لقد اشتقنا إليك شوق الغزال إلى السهول. اسكت يا جودة. من الآن المزارع لن تنهب، النهابون لن يسرقوا ممن يزرعون الأرض، بل نأخذ من الأثرياء الكسالى، ولن نهاجم القوافل، ولن نسرق بعد اليوم،
منذ الآن آذاننا وعيوننا هي أسلحتنا. هناك أسرار نكشفها، ابحثوا عنها. سوف نبني بيوتاً وننشئ عائلات. بيوتنا خربت، بعد أن ننهي المهمة سنبنيها مرة أخرى، أقسم على ذلك. هذا. يا زهرة، يجب أن أعمل. النهب والقتل ليس عملاً يا أبي، إنه خطأ. إنه يؤمن لك بيتاً تسكنينه وطعاماً تأكلينه وملابسك هذه، يؤمن لك كل هذا. سئمت من هذا الكلام. لا تفعل هذا يا أبي، وإلا. وإلا ماذا؟ سأرحل. ماذا يفعل جودتنا؟ ماذا تدبر؟ لا تتكلم، بل انظر. أوقعت زهرة نفسها في مأزق. يبدو أن الإجرام يجري في دمها. ماذا فعل بك يا فتاتي؟ القائد ريجينالد بعث إليك برسالة. عليك أن تنهي مشاكل ابنتك وحدك. لا يمكن أن نتدخل، وما إن تنتهي منها عد إلى هنا، لن يقبل عذرا. وإلا ستكون فرصتي. لا أظن أن ذلك ضروري. حقا؟ أنا أظن أن الخطف والقتل والتهديد جرائم خطرة. أجل، لعله على حق. كانت تحاول أن تجد أباها. إنها ككل بنت تحب مع شيء من الإجرام والجنون. ولكن لن ينجح هذا. خرقت القانون، والآن سوف تدفع الثمن. انتهت المناقشة. سأساعدك بكل وسيلة ممكنة، ولكن أمامنا مشكلة صغيرة. يبدو أن الجميع يظنك ميتاً. لو نفكر في الأمر قليلاً. هذه ستفي بالغرض. أجل، لونها رائع. وأنت أيضاً ستكون مفيداً. ساعدني أرجوك. أوه، من الألم، إنه مؤلم بشدة. لترى ما به. أنت لن تهرب مني. Yeah.
زهرة، هذا أنا، لكن لا تخافي. كنت أعرف أنك حي، كنت واثقة من ذلك. قريتنا دمرت، أعرف. ليتني ما رحلت. لم يكن بوسعك إنقاذها، لكني صرت معك. إذن إلى أين الآن أيها الشيخ؟ عملي الآن من أعمل معهم، لا يمكن أن تشترك فيه. أنا ابنة القائد بهرام الشجاع، يمكنني أن أقوم بأي شيء يقوم به هو. كف عن الجدال فسوف أغلبك. نحن سنحتاج إلى المؤن، عندي القليل منها بالأسفل. سأتي بها. زهرة، أعتذر عما حدث، ما كان يجب أن أعنفك، جئتك بهدية. زهرة، وجدته من الطعام، ظننت أننا سنحتاج. أبي؟ اتخذت القرار الصحيح، ما نفعله هو عمل خطر لا مكان فيه للصغار. أريد أن أشكركما شكراً جزيلاً، مهارتكما وتفانيكما هما اللذان أنجحا هذه المهمة، لن أنسى هذا أبداً. العالم سيهتز بسبب ما سنقوم به في الأسابيع المقبلة. يا صديقي، إنها لعبة النهاية. إلى النهاية.